ازاي ممكن حد مترشح على منصب العضويه بشكل فردي يقدر يحط برنامج انتخابي ويلتزم بتنفيذه ويوعد به؟ في البدايه اوريدي فعلا انا عامل برنامج انتخابي، لانه وجهه نظري الحقيقه انه نادي الزمالك محتاج الفتره اللي جايه لفكره العمل الجماعي. وبعدين انت بتتكلم في برنامج انا بشوفه مفيد جدا للنادي في كل يعني المناحي الخاصه بالنادي، سواء كانت خدميه للاعضاء او رياضيه على المستوى الرياضي او حتى افكار انشائيه او مش انشائيه، يعني هي التوسع والامتداد في فروع اخرى. فبشوف انه برنامج مناسب لجميع المهتمين بامر نادي الزمالك سواء اعضاء او جماهير، فهو برنامج قابل للتنفيذ. الياته اوريدي محضرها، هعرضها على المجلس في حال اذا ما وفقت، واذا لم اوفق واحتاجوا الدعم هديهولهم برضو، لانه هو قابل للتنفيذ. وفعليا بدات اتواصل مع بعض الجهات اللي هي مرتبطه ان احنا هننفذ هذا البرنامج. فلو انت بتقدم حاجه كويسه فما تصورش ان المجموعه اللي هتبقى موجوده انها ترفضها، ولو قدر لي وكنت موجود هعرضه. والله لاقى قبول الزملاء كان بها، في حد عنده افكار احسن وافضل طالما حاجه لخدمه النادي ليه لا؟ طيب لازم يبقى السؤال التالي بالتبعيه طبعا، ايه هي اهم بنود البرنامج الانتخابي؟ اكتر الحاجات اللي شاغله كتير من اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير نادي الزمالك الامور الماليه. فطبعا الـ 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 البرنامج فيه ملف اقتصادي بمعنى تنمية موارد حقيقية، مش زي لجان تنمية الموارد اللي كانت بتسمى لجان ويتواجد فيها ناس وما كانش بيبقى ليها مردود. في أفكار واضحة ومحددة لده، سواء في الفرع اللي موجود هنا في المهندسين أو في الامتداد إن شاء الله الأول في أكتوبر. الملف الخدمي للأعضاء، لازم أعضاء النادي له خدمة أفضل من كده بكتير، سواء خدمات لأبنائهم، خدمات للأعضاء نفسهم، خدمات طبية ورعاية طبية. برضو تفاصيل ده كله موجودة في البرنامج بشكل مفصل. وآلية التنفيذ، فرع أكتوبر أنا بشوفه أنه هو المستقبل لنادي الزمالك في الأربع سنين اللي جايين، لأنه كمان في خلال الأربع سنين جايين من ضمن البرنامج إن شاء الله أن احنا بنحاول مثلا بعد فترة سنة أو سنة ونص من وجود المجلس، وبعد ما يكون بدأ فعليا في الانتقال أو الامتداد في فرع أكتوبر، لازم أن احنا نتواصل مع الدولة سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الإسكان لتخصيص أرض للنادي. في تصور محتاجين حاجه في شارع القاهره، التجمع سواء التجمع الخامس او في العاصمه الاداريه، لان ده الامتداد الطبيعي خلاص للقاهره، عشان برضو يبقى نادي الزمالك لا يليق ان هو يبقى لغايه دلوقتي 112 سنه او دخل في 113 سنه مفيش غير فرع واحد. دي اهم الملامح بتاعه البرنامج. الحاجه المهمه كمان اللي انا كنت باصص لها الحقيقه في البرنامج، لان انا في خلال وانا بتمشى وجولات جوه النادي، الشق الرياضي بالنسبه لابناء الاعضاء، الناس بتلاقي مشكله كبيره جدا انه في بعض الاوقات في ناس عندها نوع من الشعور ان في محاباه لبعض الناس وهكذا. ده لازم ينتهي، لانه انت النهارده الولد الصغير لو شعر ان هو في مكانه وناديه عنده احساس بالظلم، انت كده مش بتزود جمهور الزمالك واحد، انت ممكن تنقص من جمهور الزمالك اسر كامله.